لاحظ مشروع موازنة عام 2019 ضمن مروحة الإجراءات التي تضمنها لخفض العجز فرض زيادة على رسوم تذاكر السفر لمغادري الأراضي اللبنانية، وقد جاءت الزيادة على النحو التالي: 75,000 ليرة لبنانية رسم خروج على كل مسافر من الدرجة السياحية بدلاً من 50,000، 125,000 ليرة لبنانية على المسافرين من درجة رجال الأعمال بدلاً من 70,000. المسافرون على متن الدرجة الأولى فيدفعون 200,000 ليرة بدلاً من 100,000. أما من يسافر على متن طائرة خاصة فلم تلحظه أي زيادة وبقي الرسم كما كان، وهو 400,000 ليرة. فكيف يقرأ المواطن هذه الزيادات؟ هيدا إجحاف بحق المواطنين، لأنه السفر ما بقى بزمننا هيدا رفاهية. أما الناس اللي بتسافر بالطيارات الخاصة أو بتسافر إذا بدك بالبزنس كلاس أو الفيرست كلاس، برأيي طبعا مش حيأثر شيء إذا دفعوا لو 100,000 حتى، بس اللي عم بيروح عم يدفع كل سفرته 200 دولار أو 300 دولار، أكيد ال50,000 حتزعجه. يعني بدفع هالتاكس الزيادة إذا بيساعد البلد إنه لي يوفوا العجز اللي هو فيه، I don't mind. بس تدفع تاكس زيادة منشان كمان ينسرقوا مثل كل شيء، لا، أنا ضد يزيدوا التاكسز منشان يسرقون المسؤولين. طائرة خاصة الرسوم قبل كان يدفع 400,000 وما زال 400,000، ما ضافوا له، شو رأيك؟ طيب ما هن عم يعملوا المشاريع، كيف بدهم يحطوا على شيء بيعنيهم إلا هن؟ كلهم بيملكوا طائرات خاصة؟ أكيد أكيد. يا ريت بحطوا ضرائب على اللي عنده أملاك كتير وما معروف من وين، أو بحطوا ضرائب على اللي عنده طائرات خاصة. الزيادة لم ترق اتحاد نقابات المؤسسات السياحية الذي يرى أن لبنان أمام أسواق سياحية صعبة تحكمها المنافسة في الأسعار مع سائر الدول المحيطة. مشكلتنا بلبنان سعر تذكرة السفر، نحن جينا نزيد عليها. اليوم المجموعات اللي عم تجي على لبنان، يلي هيدي المجموعات اللي نحن اليوم استعدناها بأسواقنا، وهي المجموعات الأوروبية واللي رايحة على نورث أوف أمريكا، يعني على أمريكا الشمالية والجنوبية، هودي بلش يجوا على لبنان. هيدا السعر هون بيندرس مقارنة بالدول اللي حوالينا، تركيا وأبرز وغيرها، بالدولار والليرة هون زيادة مش ما بتنقبل، لأنه هي عم تشكل حافز كبير يعني بالنسبة للتذكرة اللي عم تنافس نحن وهودي الدول عليها. الإيكونومي كلاس لازم يخفض الأسعار أكتر شيء ممكن، ولازم يكون للدولة سياسة بسياسة الطيران وكلفة الطيران، وإلا ما بيكون عندنا سياحة بلبنان. وبذريعة تنشيط السياحة الداخلية في لبنان برر مجلس الوزراء هذه الرسوم الجديدة. نحن تنحس اللبنانيين نوقف سفرهم؟ لا، لأنه لما عم بيسافروا اللبنانيين لبرا عم بتكون طيارات تشارتر حملتهم سنة الماضي 300,000 لبناني سافروا، صرفوا 3 مليار دولار برا، هودي طيران مدعوم من الدول اللي عم بيروحوا عليها. ويرى أهل السياحة أن تفعيل هذا القطاع واستقطاب السياح يكمنان في دعم الطيران المخفض الأسعار. دارين دعبوس، قناة الجديد.